بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مشكلة في جهاز ديل اوبتبليكس 790. الجهاز شغال إذا بنلاحظ، والمراوح شغالة، ولكن ما في شيء بيظهر على الشاشة. الشاشة فقط بتعمل فلاشنج وما في شيء بيظهر على الشاشة. طبعا حتى نحدد من وين المشكلة، نقطة مهمة جدا زي ما قلنا في حلقات سابقة، انه نشوف استجابة الكيبورد، اذا الكيبورد بيستجيب لمفتاح النملوك او لا. اذا بيستجيب الكيبورد لمفتاح النملوك معناته الجهاز على قيد الحياة، يعني المشكلة مش في الرام ولا في السي بي يو ولا في المذر بورد اذا بنلاحظ، او مفتاح الكابز لوك طبعا نفس الشيء له ذو لما نضغط عليه. هذه نقطة مهمة جدا، فاذا استجاب للنملوك او الكابز لوك معناه المشكلة مش في المذر بورد ولا في الرام ولا في السي بي يو، بتكون المشكلة اما في الشاشة او في كرت الشاشة في الغالب في هذه الحالة. طبعا الجهاز زي ما احنا ملاحظين انه في كرت شاشة اضافي، وفي كرت شاشة طبعا بيجي مع المذر بورد بلت ان بسموه، فممكن نفصل كرت الشاشة الاضافي ونشوف. طبعا اول شي نطفي الجهاز، بعدين نفصل كرت الشاشة ونركب الشاشة مباشرة على الكرت الموجود في المذر بورد. طبعا كرت الشاشة لما نفصله اذا بنلاحظ فيه له لوك، لازم نرفع اللوك وبعدين نشيل كرت الشاشة. هذا الكرت اللي في المذر بورد، كرت الشاشة، لو ركبنا عليه كيبل الشاشة مباشرة ونجرب الجهاز. طبعا من البداية كان ممكن لازم نتأكد انه الكيبل راكب، ممكن كان نبدل الكيبل قبل ما نشيل كرت الشاشة ونفتح الجهاز، ممكن كإجراء أسرع، أو ممكن نجرب شاشة ثانية إذا كان متوفر عندنا. لو شغلنا الجهاز بنلاحظ الصورة ظهرت على الشاشة مباشرة، بس في رسالة إنه الهارد ديسك مفصول. صحيح الهارد ديسك مفصول، انا دائما بفصل الهارد ديسك اذا صارت في مشكله في الجهاز، على اساس قضيه تشغيل واطفاء الجهاز بتعمل مشكله في الهارد ديسك اذا بنعملها مرات كثير جدا. لما نتاكد انه الجهاز شغال بنوصل الهارد ديسك. خلينا نركب كرت شاشه اضافي ثاني نبدله ونشوف الجهاز بيشتغل ولا لا، هل المشكله في كرت الشاشه ولا في السلوت اللي هو هذه السلوت. بدلنا كرت الشاشة، خلينا نجرب الجهاز. طبعا لازم نبدل، ضروري جدا نبدل كيبل من البلت ان الى كرت الشاشة، لانه ما بيشتغل الجهاز البلت ان الان. مجرد ما نركب كرت شاشة اضافي البلت ان بيلتغي مباشرة. خلينا نشغل الجهاز، نلاحظ الشاشة ما زالت تعطينا نو سيجنال، معنى ذلك انه السلوت اللي تالف وليس كرت الشاشة الاضافي. طبعا لحسن الحظ في هذا الجهاز في عندنا مكانين لكرت الشاشة، ممكن هذا المكان اللي هو الان تأكدنا انه تالف السلوت، وعندنا سلوت اخر خلينا نجرب عليه كرت الشاشة، والا رايحين نخسر كثير في اداء الجهاز، وخاصة مع برامج الفوتوشوب أو المونتاج وبرامج الرسم الهندسي، وخاصة إذا كانت الرام في كرت الشاشة كبيرة مثلا 4 جيجا أو 8 جيجا. ونفس الشي بالنسبة للألعاب، كمان الألعاب دائما هي اللي بحاجة لكرت شاشة كبير الرام فيه تكون. خلينا نجرب على سلوت السفلي محاولة أخيرة ونشوف. ركبنا على سلوت السفلي، ركبنا الكيبل فيه، لازم نتأكد من هاي النقطة. خلينا نشغل الجهاز ونشوف. نلاحظ على طول الجهاز اشتغل، فهذا خيار جيد انه هذا الجهاز فيه مكانين لكرت الشاشة. هاي الفكرة اللي حبيت اشاركه فيها، نلقاكم ان شاء الله في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.